تدريب بالنادي وطالبة بالمحاد وشوفيرة على سيارة تاكسي، كيف قادرة توفقي بين كل هالشغلات؟ الحياة بدها اللي كافح فيها. بس هي مو شغلة بنت. شو الفرق بين البنت والشاب هالأيام؟ بابا الله يرحمه علمني على سواقة وطلع لي شهادة عمومي، والحمد لله مو ناقصني شيء. بدكم وصلكم؟ شو؟ شو؟ بدكم وصلكم ولا لا؟ أنا بفضل أركب الباص. وأنا بفضل أمشي، صحيح رجلي بتكسروا من المشي، بس أحسن ما يتكسروا بنتيجة حادث. نتيجة حادث؟ ليش هو التشاؤم هاد؟ يا سلام عليكم، باي. شو بدك بالتاكسي؟ كلها خطوتين. انا ما بدي التاكسي، شوف اللي راكبي بالتاكسي. طالما هيك ماشي الحال. لوين؟ على طريق المطار. تفضلوا. بعد هالشجرات الزرقية تفضل انزلوا. ما بدنا ننزل. لا بدكم تنزلوا. مو بكيفك. مع اشكال مشرشحة مثل حكايتكم بيكون بكيفي. هالحلوة ثبتنا مو هيك؟ ايه والله ثبتنا. بدك انا ننزل؟ بتمنى. إذا بدنا ننزل بتنزلي معنا. الجو هون لطيف والطقس جميل والقعدة حلوة بصحبتك. أنا شايفة ما في مانع، ساعة الحظ ما بتتعوض. هيك بدنا إياكي. يلا شرفوا. شرفوا شباب. لا إله إلا الله، جو حلو ما هيك؟ طبعا حلو كتير. بشنخ.
تاكسي تاكسي تاكسي. لوين مشواركم؟ على العفيف. تفضلوا. مو معقول. استغفر الله العظيم. شبك ابو العز؟ انزلي ما رح نركب. ابو العز نهد حينا حتى لقينا تاكسي وصحتك مو متحمله. والله لب الواقف سنه بل واقف ولا يقولوا ابو العز راكب بسياره عم بتسوقها وحده. العمر ما بقى في سنه ابو العز. ركاب لنوصل على البيت. ما بركب. يعني بدك تاني نفضح قدام العالم؟ ابو العز ركاب. ما بركب. عم بقول لك ركاب. ما بركب. لا بدك تركب. ما بركب. ما بدك تركب. ما بدي اركب. يسلموا. الله يسلمك. ابو العز. ابو العز ما بركب. تفضل انزل وصلنا. معقوله ابو العز اللي رجله بترج الارض رج يركب سياره تسوقها حرمه؟ ايه شو هاد؟ وصلنا. طلع. ما لي طالع. عم بقول لك اطلع. ما لي طالع. ما بدك تطلع؟ ما لي طالع. تاكسي تاكسي. لوين بدك تروح؟ لوين بدك تروح؟ لوين بدك تروح؟ على استراد المزة. ما نحن باستراد المزة. ما بيهم، المهم نكون معي. بالله شو؟ والله شو الدم الخفيف؟ هذا من لطفك. شكرا. خلينا نروح معك دورة واحدة بس. طولي بالك. دورة واحدة معك. طولي بالك. طولي بالك. بالمنيح بالردي لازم تقنعيها تبيع السيارة مشان تفرفض بحقها. حاضر، بس طول بالك علي كم يوم لحتى اقنعها. ما انك شايفة قديش عنيدة. الله يرحمه ابوه هو السبب. ما بكفي خلاها تدرس، كمان طالع لها شهادة سواقة. لا وعمومي كمان. المهم تقدر تقنعها انه تبيع حصتها. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو هالقعدة الحلوة؟ نور. نعم. صحيح عم تشغلي السيارة تاكسي؟ أنا؟ إيه؟ لا، عم شغل عمومي. عمومي؟ يعني معقولة بنت؟ لا تقول بنت شاب، هالنغمة خلصنا منها من زمان. خلصنا بقى انتو الاثنين لسه مثل الشاشة والدي، طولوا بالكم على بعض. أوف يا. مستحيل، أنا ما عندي قناعة إنه بنت تشتغل شوفيرة عمومي. أنت حر. والسيارة بدها تنباع. تنباع بنص حقها؟ نص حقها، بربع حقها، هذا حقها بالسوق. بعدين الزبون اللي جايبه معي تاجر مو لص. إن كان لص ولا تاجر ما بهمني. أنا اللي بهمني السيارة ما تنباع. ما رح تنباع. رح تنباع. هالشغلة بدنا نخلص منها. أنتِ ما بتعرفي شو عم ينحكى علينا. مجموعة صرصارين. إذا ما لقوا على مين يحكوا، يحكوا على حالهم. تفضل. هي 1000 ليرة، حصة أختي من أسبوع. بالله مو أحسن بيع السيارة ببلاش؟ أنا قصدي يعني بنت يعني. يا صهري العزيز، إذا كنت جاي تعطيني مواعظ فاحتفظ فيها لمين بحاجة إلها. عن إذنك. طول بالك عليها، شوي شوي أمي بتقنعها. إيه منشوف. مرحبا عمو. اهلا انيسيمو، تفضلي. شكرا عمو. انا عايزتك بخدمه.
وأنا حاضر. بابا كان يتعامل معكم كمكتب. الله يرحمه أبوكي، كان أخي وصديقي. وأنا جاي أتعامل معكم كمكتب. عفواً. يعني السيارة تكون تابعة لمكتبكم. إيه، بكل سرور، بس بهمني أعرف مين بده يسوق على السيارة، لأني أنا حريص على راحة الزبائن. أنا؟ بس قصدي معي شهادة عمومي. مو هذا الموضوع. عفواً إذا سمحتوا اتركونا شوي. حاضر. يا بنتي الشغلة مو سهلة، فيها كتير متاعب، وخاصة أنتي لا تواخذيني، يعني بنت و... أنا حاسب حساب لكل شيء. أنا نبهتك، وعلى كل أهلا وسهلا فيك. يعني بدها تشغل سيارة عوض أبوها؟ يعني هتصير زميلتنا؟ يا حبيبي تبهدلت الشغلة. بعد 5 دقايق بتكون السيارة عندي، مع السلامة. أحمد. يا أحمد. نعم أمور. إذا بتريد. حاضر. بعتقد في عندي شغلة بتناسبك كتير. شو هي؟ في 6 غنية جاية على الشام كم يوم، وبدها سيارة تتم معها على طول، شو رأيك؟ ما في مانع. وهيك تخلصي من المضايقات اللي أحيانا بتصير معي. هي ما بتأثر، حاططها باعتباري، بعدين بغير جو. إذا بكرة بعد الظهر بتكوني عندها، هي اسمها ورقم جناحها بالأوتيل. شكرا لك عمو. أهلا وسهلا. خاطر. مع السلامة. ألو؟ تاكس. مرحبا يا أخ. نعم؟ إيه. شوفي، ليش عم بتطلع فيه هيك؟ غريب، بنت بتسوق تاكسي. شو الغريب فيها؟ هالشي ما تعودنا عليه. إذا غريب؟ إذا كنت فاضي لا وراك شغلة ولا عاملة. أنا مو فاضية لك. بس أنا فاضي ومشغول. هلا لدي الإخلاق إذا بتريد. يا ستي أنا عندي مشوار ضروري، بتحبي توصليني؟ لكن أنا شو شغلتي؟ كتير منيح. بس إذا كان طريقك عن غير طريقي، فضل تاخد تاكسي تاني. أنت طريقك لفين؟ على الميريديان. وأنا كمان على الميريديان. والله يا ستي حلوة. شو بلشنا ناخد ونعطي؟ مو أنت، السيارة. إنها حلوة وظريفة ولونها أصفر. على مهلي. غريب اسم عيلتك بيشبه اسم عيلتنا. بجوز صدفة. بجوز تكونوا تقربين قرابة بعيدة. مين عميد أسرتكن؟ يا مدام أنا من عائلة شعبية، وكل هالتقاليد الإسراوية بيشغلنا عنها كيف نكسب عيشنا بشرف. يعني؟ إذا بدك الجواب بالنسبة إلي أنا، هو بابا الله يرحمه. شو كان يشتغل؟ سائق، وهو علمني على السواقة وما حرمني من الدراسة. أنا وشهينا سعادة فيك، وخاصة وقت صاحب المكتب قالنا إنه شفورة بنت. شكراً. وإمتى بتحبي مباشر العمل؟ من اليوم، وأنا رح أعمل كل الترتيبات مشان احجز لي غرفة بالأوتيل هون. تحجزي لي غرفة؟ بس أنا عندي بيت. ما بيمنع، بجوز احتاجك بالليل، شو رأيك؟ لازم آخذ إذن من ماما بالأول. تفضل. الله معك، مبروك. يبارك فيكي، شكرا. مع السلامة. شو رأيك فيها؟ مبين عليها ظريفة. ست غنية جاية على سوريا تقضي لها كم يوم هي وبنتها، وهي مقيمة باليونان. يعني ما رح نخلص من هالشغلة بقى. والله صرت مضحكة بين الجيران لك بنتي. يا ماما، اللي بده يضحك بيضحك على حاله. بكفي دخلي أحسن من دخلهم كلهم. بنفس الوقت عم بثبت لهم إنه البنت مو عاجزة عن أي عمل. صح يا أم النور؟ نور. أنا آسفة لأني قعدت ورا. بتعرفي ماما ما بتحب أقعد قدام. نوع من الأرستقراطية، ما هيك؟ ماما بتحب تحافظ عليك مظاهر. يعني ما سألتيني ليش نحن بسوريا؟
رغم اني انثى بس مو كتير فضوليه. مو كتير؟ يعني ما عندك مانع تعرفي؟ ها، انا ولدت باليونان وبابا هاجر من سوريا من زمان ونقل اعماله لهنيك وتوفى بالتجاره وصار من الاغنياء، وبعد ما توفى صرت انا الوريثه الوحيده، ونحن هلا هون لانه ماما مصره اني اتجوز واحد غني من الاسر العريقه، قال حتى يزيد مالي وحسبي ونسبي على رايه، لانه نحن من اسره شعبيه بس هي ما بتعرف. يعني انت موافقه؟ طبعا لا، لانه بدي اياني ابعد عن طريق ابن عمي بشار اللي بده يخطبني والمعتقده انه راكد ورا مالي. بتحبيه؟ ما بعرف، احيانا بحس اني بحاجه له واحيانا لا، بس بشار كزوج افضل من غيره. بتريدي نصيحتي؟ الحب هو اساس الزواج، والحياه بدون حب ما لها طعمه ابدا، ولابد تحسمي التردد اللي جواكي. شاهيناز، شاهيناز. ها هي ماما عم تستناني، حطيهم وانزلي على الغداء. حاضر. تأخرتي حتى لقيت الفستان اللي بيعجبك. عندي خبرية حلوة لي. شو هي ماما؟ تعي معي. سهلا، صدفة سعيدة اني لقيكي هون. وانت شو عم تعمل هون؟ انا نزيل بالفندق. نزيل بهالطابق؟ بالحقيقة انا بالطابق اللي فوق، بس اجيت لهون بالغلط. يا انسة. نور. وانا سالم. طبعا ظروفنا بالتاكسي ما عطنا فرصة للتعارف. على فكرة انا معجب فيكي كثير. على فكرة انت جائر كثير. والله اني صافي، انا فعلا معجب فيكي كثير، لانك اخترتي شغلة صعبة. شو رح نرجع للتملق؟ على كل حال انا طالبه بمعهد تربيه رياضيه. ها، مشان هيك عم تعاملي بخشونه مع الركاب؟ طبعا، لاني بشوف شغلات بتطير العقل. وحضرتك شو بتشتغل؟ تقدري تقولي رجل اعمال، بشتغل بالتجاره وبكل شيء. تشرفنا. اكيد رح نلتقي مره ثانيه. يمكن. عن اذنك. يلا يا جماعة القهوة بردة. ايه ايه، قد ما بردت برح تكون ابرد من بنتك. يلا يلا يا عمو نازلي. صباح الخير جارتنا. صباح الخيرات. اهلين وسهلين. خير ان شاء الله. شو جايبتي لنا اليوم، اخبار عن الناس؟ لا، هالمرة مو عن الناس. لكان عن مين بعدي؟ عن بنتك نور. شبهها بنتي نور؟ عم يقولوا عم تشتغل شوفير التاكسي. وشو فيها اذا عم تشتغل شوفير التاكسي؟ عم تشتغل بشرفها وتعبها وعرق جبينها. انا معي، بس انت كمان. وشبني انا كمان تقبري حالي؟ صار اسمك بالحاره امبيب. ام ايش؟ امبيب. ايه ضربت بيب على قلبك وقلب هون. قومي ولي، قومي ولك ام لسان بشطلات، قومي ولك كيس الخيش، ولك روحي انضبي ببيتي عواب ما تيجي تحكي على بنتي. روحي احكي على بنتك، عصاية طقي اللي طالعة بلون وفايتة بلون. شو في مرت عمي؟ ما في شي تقبرني، عم نتناغش. ايه تقبريني؟ تشربي قهوة ولا مشروبة؟ لا مشروبة. تجيكي نكبة هزيتيني بدني. شوفي هي برقية من أم خطيبك وحيد بيك. قصدك المحتمل؟ المهم مسرورة كثير بوصولنا لسوريا وبتتمنى تشوفنا، بس نحن ما بنقدر نزورهم قبل ما يوجهونا دعوة رسمية. معك حق، لكن نحن إذا سافرنا للادية وصرنا قراب منهم إجباري رح تدعينا لزيارتها. شو رأيك؟ وشو بدك برأيي؟ طالما أنا لعبة بين إيديكي عم تنفذ لك كل رغباتك، حتى مطاردة خطيب مو متحمس يشوفني. شاهيناز لا تحكي بهالطريقة، بزعل منك. أنا أدرى بمصلحتي. الأغراض كلهم صاروا بالجناح. شكراً يا نور. عفواً،
وتاني مرة لازم تنتبهي على الباب كان مفتوح. ها؟ شو بدي أعمل للذاكرة؟ عن إذنكم. الله معي. تاني مرة ديري بالك يا شهيناز، نحن هون مو ببيتنا. حاضر. يلا. يعني ما بيكفي شغلك معهم ليل ونهار كمان سفر؟ يا مام اكلها كم يوم ما رح اتاخر، وبعدين انا ما بعرف الساحل، وهي اختي وجوزها عندك ما رح يضيق خلقك. ماشي الحال، روحي بس ديري بالك على حالي. تقبريني يا ماما، لا تخافي علي، انا تربيتك وتربيت المرحوم بابا. ماما إذا بدك تضلي قلبي خلقتك، بدي سافر وقلبي قامتني وأعمل حادثة بالسيارة. ضحكي لشوف، أرجيني ضحكتك. يلا يا ماما تقبريني. يلا لشوف. أهلا وسهلا، تفضلوا. شكرا. شكرا. عفوا. بشار شبك زعلان؟ مو قادر صدق إنك بكرة حتكوني باللاذقية وبعدها بتكوني مزرعة المليونير مشان يخطبك. أنا ما رح أنخطب لحدا، هالجوازة هي لا يمكن تتم. بشار أنت مالك مصدق إنه ما في غيرك بقلبي؟ أنا متأكد من هالشي، بس شو بتقول لأمك المرادة تعترف بحبنا؟ مفكرة إني عم أرقد وراكي مشان مالك. الحقيقة ماما هيك مفكرة. ما بتتصور ماما لما التقت بأم وحيد باليونان شو عملت، ولما عرفتن إنهن من الأغنياء، ولما شافت صورة وحيد انبهرت فيها وبدون تفكير قالت لي هذا هو الزوج المطلوب. وهيك لمجرد انه ابن عيلة وميسور حتى من غير ما تشوفه. طبعا لأن بملك الصفات هاي، لأن من فرع العيلة الفقير. انت غني بقلبك يا بشار اللي كله حب. طمن ما رح اكون لحدا غيرك مهما كانت المغريات. صدقني مهما كانت المغريات. صباح الخير. صباح الخيرات. شو هالسعادة اليوم؟ كلها لأنك رح تسافري على اللاذقية؟ لا فكرك رحلة بعيد كتير. أنا سعيدة لأني التقيت ببشار. بشار؟ إيه. طلعت علي صوتك، هلا ماما بتسمعنا. يا الله وين راح؟ مين بشار؟ لا دبوس الألماس. دبوس ألماس؟ امتى اخر مره لبستيه؟ امبارح وحطيته هون. شهيناز خفي حالك شوي، بدنا نلحق الموعد. يو ما رح نقدر ننتظر اكثر من هيك. بعدين هي نتيجه الامل، مره بتنسي باب الجناح مفتوح ومره مهم. خلصينا بدنا نمشي. يلا امشي. بالحقيقة أنا بالطابق اللي فوق، بس جيت لهون بالغلط. إنه وصلت محل المواصيل إنها تسافر كمان ما بيكفي شرشحتنا هون، بدها تشرشحنا ببلاد برا. ومين حضرتك؟ أبو زيد الهلالي؟ أنا ما بسمح لك يا مرت عمي تحكي معي هيك حكي. الناس مخباية بتيابها. حصنتك بالله، انت تيابك مخبايه فيك. اوه علينا. شوف صهري لا تعلي صوتك ولا تعلى وطوطها، بنتي ما بيخاف عليها. بعدين شو عم تعمل؟ عم تشتغل وتقدم لنا. ايه واليوم عطتني 1000 ليره، عطيتك ياهم. 1000 ليره بتمد ايدك مثل المدراية بتاخدها. ولك افهموا يا بشر يا جن يا عفريت. عفريت انت. السياره بدها تنباع واليوم بدي وكل محامي، الا اذا حضرتك مالك ناويه تبيعي. انا ما دخلني يلي بدك يعمله، انا موافقه. حكى بدري. على كل حبيبتي حاولي ما تمشي بالليل، العنوان معي. حاضر. سلام. مع السلامه. الطقس حلو، يا ريتنا سافرنا معه، انا ما بتحمل الطريق الطويل.
مرحبا، يا ريت تساعدني بتغيير الدولاب اذا سمحت. بشوف المعلم. معلم خير يا انسه؟ خير. هذا معلمك؟ مرحبا، كيفك معلمه؟ اهلين. تسمح لي، عفوا، تسمح له يساعدني بتغيير الدولاب؟ انت لا تعزبي حالك، هو ببدله. انت تفضلي ارتاحي. لا مرتاحه. هي مو سيارة مرحوم ابو النور؟ بتعرفه؟ طبعا، انا بنته، عم بشتغل بداله على السياره. تفضلي ارتاحي. تفضل. شكرا معلم. اهلين. لوين مسافره؟ على الادقيه. نزهه؟ عمل. شايف السياره فاضيه. مسافره لعند الناس اللي بشتغل عندهم، هن سبقوني بالطياره. طالما السياره فاضيه والانسه رايحه على الادقيه، يا ريت تاخذني معها. حاكم انا مستعجل وما عم لاقي سياره. ما بدنا نتقل عليها، ومنها تستفيد بالاجره. ما في مانع. من زمان عم تشتغلي على السيارة؟ نعم. ماني شايفك منسجمة مع الموسيقى. طريق أهم. أنا ملاحظ إنه أنت جدية أكثر من اللازم، واللي بعمرك لازم يضحك ويمرح ويفرح، لأنه ما راح تكوني صبية إلا لمرة واحدة. مالي فاضي، وراي شغل. فطرانة؟ لا. ما جاتي؟ بتحمل. أنا جات، ما بقدر بتحمل، وجبت معي شوية فطاير. شو رأيك؟ صحة. غليظ. يا ريت توقفي هون حتى أكلي شي لقمة. كرم عينك. تفضل. تفضلي كلي. لا شكرا. بس لو بتطلعي برات الطريق آمن للسيارة. كمان تكرم عينك. يا سلام، الطبيعة بالنسبة إلي مثل مية الحياة، بتخليني اشعر بكامل رجولتي. وانت؟ انا شايفه اني لازم اوصل على اللاذقيه وبسرعه قبل ما تعتم الدنيا، وحضرتك مو مستعجل ابدا. صح. ما كان لازم تكذب علي. كذبه بيضة من شان اتشرف بمعرفتك. تفضلي شفي. ما بشرب. خفتي؟ ومن شو بدي خاف؟ اسمعي، انا رجل وانت بنت حلوه وظريفه وجذابه، وما لازم نضيع هيك لحظه سعاده مثل هي. لا حيوان. سالم، شو القصة؟ واحد حقير طلع معي بالسيارة وصار يتمدمد علي. كبي سيارتك وسبقيني على بعد 8 كيلومتر. طب رح امشي. اهلا. حلوة. معنا. انت شو رأيك؟ انت شو دخلك؟ بعدين ليه تعطي لي؟ هلا انت بترضى يصير مع مرتك او بنتك او اختك هيك شيء؟ هلا ناوي تعطيني درس بالاخلاق؟ ليه تعطي لي؟ ليه تعطي لي؟ هلا ليش عم تقتل حالك؟ انا بقتلك. جري. ايه؟ تحرك. تحرك ولا هيك. تحرك. سلاح صباطك. سلاح صباطك. لا. سلاح صباطك. حاضر. مين تعطي لي؟ اتركه بالارض. تحرك. تحرك. مين تعطي لي؟ مين تعطي لي؟ تحرك. Thank you.
اسف لتاخيري. تعرف انك وصلت بالوقت المناسب. شكرا لك. العفو. وانا سعيد للصدفه الحلوه. صحيح. شو بك عم تنظري لي هالنظره هي؟ خير في شي؟ شو الطريقه اللي بدك ياني انظر فيها لواحد حرامي مثلك؟ ليش شو سرقت؟ بروش الالماز اللي كان بجناح شاهيناز وينه؟ انت عن شو عم تحكي؟ صار لازم امشي. مو قبل ما افهم. مو ضروري انك تفهم. المهم تكون صادق معي. انا صادق. واليوم عازمك على الغداء بلادي. بس لازم اوصل قبل ما تعتم الدنيا. حتوصلي، بس بتوعديني انه نتغدى سوا. وهلا رح اسبقك بسيارتي وانت بتلحقيني بسيارتك، اوكي؟ باي باي. وهلا بعد ما خبرتك كل شيء عن حياتي، شو بتحب تعرف عني كمان؟ الناس اللي انت بتشتغلي معهم. شاهيناز وامها؟ ايوه. قلت لك كل شيء عنهم. وانت شو رايك بجواز اللي عم ترتبها ام شاهيناز لبنتها؟ جوازة مصلحة طبعا. بس البنت بتحب ابن عمها وانا بصفها. وبرأيي لازم الوحدة ما تتجوز الا الانسان اللي بتحبه. اكيد انت هيك رأيك. بالمية مية. نياله. مين هذا؟ اللي انت بتحبيه. بحبه؟ انا لهلا ما حبيت. اكيد. رح شوفك مرة ثانية. يمكن تجمعنا صدفة ثانية حلوة. طيب وليش لحتى نستنى الصدفة؟ خليها اكيد. مو احسن؟ بالوقت الحالي ظروفي ما بتسمح لي. شغلي بعدين. طيب طيب طيب، على كل حال بدون ما نسبق الاحداث. تفضل. خليها للصدفة. واكيد رح تجمعنا. تفضل. الحمد لله على السلامة نور. الله يسلمك. كيف كانت رحلتك؟ ممتازة، لولا عطل بسيط بالسيارة كنت وصلت قبل هلا بساعة. والأمتعة؟ عم بيطلعوها. شو وينها ماما؟ بالصالون مع شوية أصدقاء. شو رأيك تغيري أوعيك وتنزلي معي؟ لا شكرا، تعبانة كثير وبدي أرتاح. عن إذنك. شوف يا سالم، بصراحة هي أول تجربة عملية لك معنا، وأنا بدي أثق بكفاءتك. بعد بكرة بده يصل مركب صغير من قبرص. تفضل ارتاح. شكرا. في شوية بضاعة بدك تكون مسؤول عن نقلها. طمن يا نزار، طمن، ورح كون عند حسن ظنك. وهذا اللي بتمنى. أنا مستني هالفرصة هي من زمان، من ساعة ما كنت بالسجن وأنا متمني أطلع لحتى أعمل عمل كبير. خبطة كبيرة، خبطة كبيرة تخلصني من الحرمان والفقر اللي أنا فيه وصير غني. عظيم. وأنا عملت اللي علي وألحقتك بالعمل معنا بعد ما وصى عليك زياد اللي اجتمعت أنت وياه بالسجن. زياد حبيب قلبي. زياد بيني وبينه ذكريات حلوة كتير لما كنا بالسجن. يا أخي شام شجاع، بحب صاحبه وبيفني حاله مشانه. الله يفك سجنه. المهم يا سالم، بدي إياك أنت والشباب تفتحوا عيونكم منيح. عندي إحساس بأن مراقبين أكثر من اللازم. طمن يا نزار، لا تخاف. المهم تفاصيل العملية. تفاصيل العملية بتاخدها من حسان. بتمنى لك التوفيق. Thank you.
شو نور تأخرتي؟ حتى أخذت إذن من أمك، شو أخبارك اليوم؟ أحلى الأخبار، حكيت مع بشار. يا الله شو بحبه، تعرفي؟ لو هالأموال هي ما ورثت عن أمي اللي مخليتها متشددة علي. بصراحة أمك مو منصفة بحقك أبداً. نور، أنت لو محلي شو بتساوي؟ ما بكون بهالتردد أبداً. على فكرة أنت عين بالجنة وعين بالنار. رغم حبك لبشار، بس عندك استعداد تتجوزي واحد أغنى منه. ممكن أعرف شو مبرر سفرك لمزرعة وحيد بيك؟ المدام بدها ياكي. أي طيب، عن إذنك، تفضلي. خير مدام. هلأ وصلتني مخابرة من أم وحيد بيك عم تدعينا فيها لزيارة الفيلا اللي رح تكون لشهينا. وإمتى بدنا نروح؟ بعد بكرة. تعرفي الطريق؟ جاي واحد بسيارة مشان يدلنا على الطريق. مثل ما بتريدي. جاهزي حالك. في شي تاني؟ تفضلي. بدي اياكي بشطارتك تقنعي شاهيناز انه هذا افضل زواج إلها، لانه رح يمنحها المركز الاجتماعي اللي انا بتمنى لها اياه. وبدي تشرحي لها كمان بذكائك انها تكون لطيفة مع وحيد وامه، وخصوصا امه. مثل ما بتريدي. تسلمي. عن اذنك. شو بدها منك؟ بدها منك انت تحترمي حماتي المستقبل. حاسه حالي رح بختني. شو هالورطه هي؟ لا تختني ولا شيء. انا برايي الشمس والمي احلى شيء. وام عم تبحث لبنتها عن اسم عيله. الى الماء. مضى أكثر من يومين وبنتك ما جابت لنا ولا فرنك. طول بالك عليها شوي، بكرة بتحاسبك على دور بارك. ومشان هيك أنا بدي بيع السيارة. بس هي ما بدها تبيعها. أنا رحت عند المحامي وقال لي إذا حصتك بتحطيها مع حصة مرتي بنقدر نبيع السيارة حتى ولو كانت هي مو موافقة. شو رأيك؟ خليني أفكر. ما بدها تفكير ولا تبييت استخاره. يا قولي ايه يا قولي لا. اذا قلتي لا بنتك من هلا بتحويها انت. هيك لك؟ ايه نعم. ايه الله يسامحك. سامحني ما سامحني هذا شغله. لشوف شو اخرتها معها. شو رايك؟ معقوله؟ مو هذا بروش الالماز اللي عم دور عليه؟ بيظهر نسيت قيمه لما شرحت الروب الشام. مبروك. والحمد لله. خير؟ شو بكي؟ فرحانة، فرحانة كثير لأنك لقيتي. أنا مالي علاقة لا بالدبوس ولا بشاهي ناس. الحمد لله. لا لا لا. ورد؟ سالم؟ يا ترى وين أراضيك؟ أربع ساعات بالضبط لازم تكونوا بالنقطة اللي اتفقنا عليها. إذا نجحت العملية الصغيرة بيكون ممتاز، لأنه بعدها رح نضرب الضربة الكبيرة. بدي منتهى الحذر. ولا يهمك، كل شيء حيتنفس بدقة ومثل ما بدك بالضبط. وأي شيء بيعترض طريقكم منزيحه من طريقنا، من غير رحمة ولا شفقة، لأنه الرحمة بشغلنا ما له لزوم. عظيم. مرحبا. أهلين. ممكن استعمل تليفون؟ تفضلي. شكرا. ألو. مرحبا. أهلين نور. شو رأيك مشوار على البحر؟ لا معلشي، جو بجنن. مرة تانية. باي باي.
يلا شوي شوي. امشي حركي لالك إيه؟ امشي قدامي خلصينا بقى امشي. مين هي ومين بتكون وشو عم تسوي هون؟ ما بعرف شو عم تسوي هون؟ كمشنا هون اتركوها اتركوها. انا بعرفها وهي بتكون صديقتي. صديقتك؟ ايوه. وشو لها شغل هون؟ اجت لحتى تشوفني. وكيف منقدر نتاكد من هالحكي؟ ها؟ سألوها. انت ما اجيتي لحتى تشوفيني يا نور؟ طبعا. كذابه. انت ليش متصور انك كذابه مع انه انا اللي عم بقول هالكلام؟ وليش لحتى تنتظرك هون؟ والله مره كنا عم نتمشى. على كل حال يا نزار انا غلطان. سالم ليكون حدا داسسها قسما بالله بذبحها. يا نزار يا حبيبي انت ليش مالك مصدق انه صديقتي ومنحب بعض؟ وكيف منقدر نتاكد من هالكلام؟ شغله بسيطه حبيبتي نور. حبيبتي نور اشتقت لك. يلا شباب لنشوف شغلنا. أنا آسف يا نور كان لازم أعمل هيك مشان أنقذ حياتك. أنت شو جابك لهون؟ قدر. قدر جابني بطريقك لأعرف حقيقتك المخزية. أرجوك يا نور لا تظلميني. كذاب كذاب. ولا يا ريت تمشي وراح أشوفك بالأوتيل. أرجوك تستنيني. يلا يلا عم تصرف غلط. ومع هيك لما بشوفك مدري شو بيصلي. نور انت ما بتعرفي عني كل شيء لذلك لا تحكم علي بهالقسوة. انا كل اللي بعرفه عنك انك متورط باعمال منظيفه. يا اخي يا اخي اذا مشان المال في الف طريقه شريفه. طيب واذا تغيرت رح يتغير موقفك مني. شو بتقصد؟ يلي بقصده ساعتها شو رايك نتزوج؟ انت بتعرف شعوري ناحك. بس كيف بدك يعني يتجوز من شخص؟ يعني قصدك مهرب خارج عن القانون. انت واللي عم تتعامل معه عم تعملوا على تدمير اقتصاد البلد. كل الدلائل بتشير لهالشيء. بس شخصيتك شخصيتك الغريبة هي اللي عم بتوقعني بحيرة. راح تعرفي كل شيء بعدين وليش هيك انا عم اتصرف. صحتك. بعد هذيك الليلة ما عم اقدر اثق بسالم ابدا. بس انا شايفه من انشط شبابنا. بس انا هلا ما عم بقدر رأيي وبرر منطقي لوجود البنت بمنطقة تفريغ المركب. ما قال صديقته؟ تبرير هذا ما بكفي. على كل حال راقبه منيح وبكره بنشوف. حضرتوا كل شيء بدقة؟ بالمية مية. طيب مر على كل اعواننا وشوف استعدادهم مشان عملية بكره وما تنسى لي سالم. حاضر.
يعني ما بدك تكون صريح معي؟ أنا وعدتك يا نور إنه خلال أيام رح تعرفي كل شيء. خلال أيام؟ صار صعب نشوف بعض لأنه رايحين نقيم بمزرعة وحيد. مزرعة وحيد؟ على فكرة لا مزرعة وحيد ولا أي حاجز بالدنيا بيقدر يمنعني عنك. عم تحكي وكأنك واثق من كل شيء. يلي ما نحن الثقة هو حبي إليك. يا سالم هلأ مو وقت العواطف. إذا كنت بتحبني مثل ما بتقول فلازم تبعد عن الناس الحين وتبتدي حياة جديدة. أرجوك وعدني. حاضر بوعدك، بس استني هاليومين لحتى أضرب ضربتي اللي مستنيها. خايفة مني؟ لا خايفة عليك من تصرفاتك الغير صحيحة، خاصة بعد ما صرت بالنسبة إلي. يا ربي نور أنا وعدتك إني راح أتغير، بس استني علي شوي. وهلا امشي نروح ناكل سمك. تفضل. ايوه تفضلي. شكرا. انا بحبك يا نور، بحبك، ومثل ما وعدتك راح اتغير. الو سالم، شكرا على الورد. انا عازمك على عشاء عند اصدقائي وحابب تكوني موجوده، فشو رايك انت؟ ها فكر. اي من غير تفكير. طيب الناس اللي بيشتغل معهم خذي اذن من هون. على كل حال شهناز وامها مدعوين على حفلة كوكتيل الليلة. عظيم جدا، بهالحالة ما عاد عندك عذر. بس بشرط نرجع بكير. يا ستي وقت ما بتحبي تمشي امشي، أنا الليلة بمر عليك على الأوتيل. مع السلامة. مع السلامة. صباح الخير أنسي شهناز. صباح النور، تفضلي. شكرا. قالت لك ماما انه بعد 3 ايام رح نزور بالمزرعه؟ قالت لي. شو رايك؟ وشو بفيد رايي؟ تع شوفي. شوفي كسيح كسيح كسيح. شهيناز شهيناز وين ماما؟ طولي بالك، هدي اعصابك، ماما بالصالون. بدي اشوف اخرتها معها. شهيناز شو رح تعملي؟ صورة ثانية مدام. شهيناز في ناس يا شهيناز. لا اله الا الله. شايفة هالصورة؟ هاي صورة وحيد بي. شايفتيها منيح؟ قلتي لي انه وسيم، مليتي راسي بألف كذبة وكذبة عنه، وهلا هي هي الحقيقة. شايفتيها منيح؟ شايفته، كان مريض. كنت بتعرفي كل هالوقت، كنت بتعرفي. مو هون النقاش قدام العالم. اللي لي بدي اعرف الحقيقه. كنت بتعرفي انه كسيح مو هيك؟ اماك الجاه والمال خلي لك اياه. انا اسف، يظهر وقت غير مناسب، وقت تاني. معلش استاذ. الله معك. عن اذنك. كيف قدرتي تعملي معي هيك يا ماما؟ كنت مفكره انك بتحبيني، كنت ظاني انك عطوفي علي. كيف بدك اقضي حياتي مع كسيح؟ لا تفكري بهالطريقه، اذا ما بدك تتجوزيه ما في شيء يجبرك. كنت بتعرفي انه كسيح؟ باكد لك ما كنت بعرف. اللي بعرفه انه مريض، ومره امه كتبت لي انه ابنها مريض وبنته ضعيفه، وهالشيء فاجئني مثل ما فاجئك. بس انت ما قلتي لي انه مريض. انا يستحيل اتجوزك مخلوق. ما لازم تتسرعي، انا رح شوف امه وافهم كل شيء عن الموضوع منها. انت دائما تفكيرك ما بيخرج عن المال والالقاب والثروات. هي عائلتك اللي معذبتك ومعذبتني، هي هي. نور. ها؟ بتعرفي انك رائعه بالفستان؟ هدي شكرا. هديتني اياها ام شهيناز. حلو.
يا حرام شاهيناز، الخطيب اللي امها معلقه كل امال عليه تعرفه؟ طلع كسيح وكانت صدمه لشاهيناز. وانت شو موقفك؟ ما وقفتي معها؟ انا طبعا معها. حلو. وبدي تلفن لبشار يجي، اذا كانوا بيحبوا بعض بصحيح لازم يوقفوا بوش امها. طبعا. طيب ونحن يا نور؟ يا سالم ليش ما بتحكي لي كل شيء عنك وتريحني؟ مين بتكون؟ مين اهلك؟ مين اصدقائك اللي بدنا نروح لعندهم؟ اصدقائي؟ حاضر، راح احكي لك عنه. كنا مجموعه طلاب بالاعدادي، صار الانفصال، كانت الصدمه علينا كبيره، دمرت كل امالنا الوحدويه. اما انا فكان نضالي مزدوج ضد الانفصال وضد ابي. وليش ضد ابوك؟ لانه ابي كانت مصالحه مع الانفصال، كان من كبار الاغنياء والاقطاعيين، مشان هيك كان غضب علي كبير، طردني من بيته. وتربيت عند سيده محترمه عندها محل حلويات وعاملتني كابن لها، وهالمرحله هي اللي خلقت بين هالمجموعه روابط تستحيل الزول. وهي ملخص لحياتي. وحاضرك بتعرفي بعدين. وليش مو هلا؟ هلا مستحيل. انت شو بتخبريني عن وضعك؟ انا ولا شيء. انا انسانه عاديه جدا عم بتابع دراستها، وحاول صهري بيع السياره اللي ورثناها عن بابا، بس انا رفضت وقررت اني اشتغل عليها. وبنفس الوقت تعرضت لمواقف صعبة كتير، متاعب، مضايقات، استغراب، بس أنا ما همني لأني واثقة من كل خطوة عم بخطيها. بتعرفي إنك شجاعة أنت يا نور، وهذا الشيء بيخليني أحبك أكثر. شو قلتي؟ صار لازم أمشي. معك حق، تفضلي. سالم ليش شارد؟ بالحب يلي جمعنا، يلي جمعنا أنا وأنتي. كيف يعني؟ تمرد بالثورة بدمنا. أنا تمردت على مصالح أبي البرجوازية، وأنتي تمردتي على أفكار بيئتك الرجعية. عم بتفلسف الأمور أكثر من اللازم. بجوز. المهم إني أنا سعيد بحبي إلك. وأنتي؟ أنا؟ الله بيعلم. السيدة فدوى يلي تربيت عندها، يلي كانت تحميني أنا وأصدقائي لما نقوم بأي حركة ضد الانفصال. شرفنا مدام. هي هي عروسة المستقبل يا سالم. إن شاء الله إن شاء الله. يا هل ترى بتعرف إنه هالولد الشرير رح يكون زوجها؟ ولا يهمك، أنا حذرتها. ولد سيء بس كلنا منحبه، وأنا مسرورة إنه رح يتجوز، بلكي بيستقر وبيحسن سلوكه. السيدة فدوى اللي تحملتني كثير بحياتي، ولما اتصرف اي تصرف غلط وارجع المسألة عندها على البيت ما بعرف اذا كنت رحنال صفعة او قبلة. والله هو عادة كنت بتستحق الاثنين. وهلا منرحب بابننا سالم وخطيبته، واحسن الترحيب هو العملي. تفضلوا. تفضلوا. تفضلي. انا؟ ايه انت. لقيتوني بهالمهمة؟ طيب. وفي واصيل انت جميل، وفي واصيل
وقلبي إليك بدأ يميل، أريد أحبك إنما أني خايفة آسفة. كيف لازم أقنعه يغير طريق حياته؟ يا رب ساعدني لأني شاعرة أني بحبه. صباح الخير. صباح النور. أنا آسفة لأزعجك بس كان لازم أحكي مع حدا لأنه ضايق خلي، وأنت بتعرفي أنه ما عم بحكي مع ماما. تفضلي. بعرف مسكينة أمك. لا تتأسفي مشانها، هي تصرفت معي خطأ. تصوري إنه لهلأ عندها أمل إني غير رأيي؟ وإنتي؟ يعني ما بتعرفي؟ شو بعرف؟ هاي حياتك وإنتي لازم تقرري فيها. طمني، أنا ما رح أنفذ إلا اللي أنا مقتنعة فيه. امبارح ماما حاولت تحكي معي بالحفلة بس أنا ولا كلمة. يا حرام، مسكيني على الحفلة. بالعكس، تعرفت على ناس كتير لطفة ومنهم ضابط بالبوليس الدولي بده يدعيني اليوم على الغداء إذا عنده وقت. هيك رأساً؟ بين عليه وقال لحد ما لا أبداً، بس هو جاي بمهمة مستعجلة، بده يتعاون مع الأمن السوري للقبض على عصابة خطيرة من المهربين. عصابة مهربين؟ بيعرف مين هنن؟ أكيد، بس هو ما خبرني أكثر من هيك، وقال لي هالمرة بدهم يوقعوا كلهم بالمصيدة. كل العصابة؟ شبكي نور، كأنه رح يغمى عليكي. أنا؟ لا ابدا. طب صريحي نور. لا معلش، بدي روح، بدي روح لاوضتي. غريب. مدام فدوى، فين سالم؟ ما خبرك؟ لا بس لازم شوفه لاني عاوزته ضروري. طالما ما خبرك معناتها ما بده اياكي تعرفي هو فين. بس لازم شوفه، سالم بخطر. خطر؟ انتي متاكده؟ طبعا متاكده، لازم شوفه حتى نبهه مشان يبعد ويختفي. الشرطه بتعرف كل شيء. مدام فدوى، انتي ساعدتيه بالماضي ويا ريت تساعديه بالحاضر. بس هلا ما بعرف وينه. مدام فدوى الله يخليكي، كل اللي بدي اياه منك
انك تحذري من الشيء اللي بدي اقوم فيه بكره. الشرطه عندها خبر بكل شيء. دخيلك. طمني، لا تقلقي، رح خبره. شكرا. خاطرك. ان شاء الله الف مبروك. وهلا بعد ما وكلتيني انت وبنتك ببيع السياره، رح نشوف اذا كان السياره رح تنباع ولا لا. وليش بصلتك محروقه؟ ما تطول بالك شوي لترجع هالبنت. وبركي ما رجعت بشهر، بدك ياني ضل تحت رحمتها؟ صح ولا لا؟ صح، من غير موافقه نور. نور ما رح تجي بالانسانيه، وانا ما رح بستناها لحتى تجي من سفرتها الميمونه. بركي نور تاخرت، كيف بدك تبيع السياره وهي مو هون؟ متى ما اتفقنا على بيعها بعرف شلون جيب اختك هي والسياره. نور؟ نعم. مساء الخير مدام. وين شاهيناز؟ ما بعرف. وانت وين كنتي؟ عم بتمشى على البحر. طيب روحي ضبي اغراضك، لان الشوفور بده يدلنا على المزرعه، رح يوصل بعد شوي. حاضر. بتريدي شي مني؟ عن اذنك. الله معك. عفوا، الانسه شاهيناز على الهاتف، الانسه شاهيناز على الهاتف، شكرا. الو بشار، الحمد لله على السلامة، أنا جاي حالا. شاهيناز اشتقت لك كثير. بشار مو معقول، إمتى وصلت؟ شو عرفك أنا هون؟ قلب المحب صعب يغلط. وأنا سعيدة، سعيدة كثير بهالمفاجأة. وأنا كمان. قولي لي بصراحة لوين وصلتوا بموضوع الخطبة؟ اطمن، ما رح يصير شيء أبدا. بعد شوي بدنا نروح على فيلا الخطيب المنتظر، بس رغم هالشي بوعدك انه ما في خطوبة رح تتم. بس انا عم سير ماما لانه مريضة، وبتعرف اي صدمة بيأثر على حياتها، وانا عم حاول اقناع برفض المشروع، بس شوي شوي. اكيد هالكلام؟ ما بتثق فيي؟ بس الانسان لما بيحب بصير كتير الظن. انا بحبك يا شاهيناز. الله بيعلم قديش بحبك. وانا كمان رح طلع عايش على امل انك تصمدي قدام المشروع المزيف. ولا يهمك، هلا صار لازم روح، ماما عم تستنى عند قرايبينا، بس بوعدك كل ما صحت لي فرصه اتصل فيه وخبرك عن كل شيء. يلا باي. مع السلامه. اهلا وسهلا مدام. اهلا فيك. هذا هو الخطيب؟ ما بعرف. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. اهلا وسهلا مدام. اهلا. اهلين حبيبتي. اهلا. تشرفنا. تفضلوا. تفضلوا. شكرا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، نورتونا. كيفك ام وحيد؟ الحمد لله. كيف وحيد بيك؟ كله كويس الحمد لله. اشتقنا لي. اشتاق لك العافيه يا رب. اهلين. الحقيقه انا كنت حابب اجيبكم بنفسي، لكن بكل اسف كان عندي موعد عمل بالمرفأ، هلا خلص منه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. بقدم لكم اخي عزت، من يوم وفاه المرحوم وهو حامل مسؤوليه البيت على كتافه. يعطيك العافيه، تشرفنا. كيفك شهناز؟ اشتقنا لك حبيبتي. شكرا. شو وين وحيد؟ ناطركم جوا. تفضلوا. تفضلوا، تفضلي. الحقيقة بيتكم حلو كتير. شرفتينا. شكرا لذوقك. شكرا، خصوصا هالخضار. اهلا وسهلا. تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. بقدم لكم ابني وحيد شهناز. اهلا وسهلا، تشرفنا. اهلا وحيد بيك، كيفك هلا؟ نشكر الله، ماشي على العلاج، لنشوف اخرته ان شاء الله. تفضلوا. 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 ان شاء الله يكون بيتنا المتواضع عجبكم. كثير حلو، كل شيء مزوق وجميل. شو رايك يا شهناز؟
هذا لطف منك، واللي حيزيده جمال وجود شاهيناز معنا. شكرا. شاهيناز جوهر يا وحيد، لازم تحافظ عليها وتحطها جوات عيونك. طمن يا أمي. الله يسعدكم يا ابني. وهلأ اسمحوا لي، بدي أشرف على ترتيب الغرف بنفسي. خذوا راحتكم، البيت بيتكم. متأكدين من هالشي؟ عن إذنكم. وين غرفتي؟ ما بدكم تتغدوا بالأول؟ تغدينا. براحتكم، كل شي فوق جاهز والخدم تحت أمركم. مساء الخير. أهلا. أهلين. ونور وين غرفتها؟ جنب غرفتك. شكرا، امشي معي نور. عن إذنك. إذنك معك. شو عجبتك؟ حلوة أكيد. شو هالمبالاة والوقاحة اللي عم تتعاملي فيها مع وحيد وأمه لأنه دايق خلي؟ مشو من هالجواز اللي بدك تجبريني عليها؟ كل هالعز والجاه اللي شايفتيه بعيونك ما غيروا فكرك؟ يا ماما أنا شو بدي بالعز والجاه؟ شو بدي؟ أنا بدي إنسان يحبني وحبه. وحيد بحبه وانا ما بحبه لانه مريض. واذا ما شفي انا بعرف شو عم تفكري. انت بتعتقدي انه الحصول على الالقاب والثروات بيستحقوا كل التضحيه. انت طول عمرك هيك، عائلتك العائلات الكبيره لك عنده مال الله. مال الله عنا مال يكفينا طول العمر. يا ماما انت بتعتقدي انه هذا سبب يستحق انه بنت مثل تضحي؟ لا 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 لك هالبنت رح تجنني. هلا كل هاد مشان بشار المعتر؟ بشار ابن عمي ومانو غريب. معتر وعدمان وما حيلته شي بس بحبه. وينك؟ انت بدك طيري لي عقلي؟ اسمعي لقلك، اوعك تتصرفي بحماقة. رح تتجوزي وحيد يعني رح تتجوزي وحيد بكفي غناه وطيبة امه وتربايتها الصالحة لابنها، وغير هيك ما في. وعدتك يا نور اني راح اتغير، بس انت طولي بالك علي شوي، ومن هلا لوقت ما اشوفك راح ضل افكر فيكي، فكر فيكي بكل لحظه. العمليه راح تتم بعد 5 ساعات من هلا. ايوه. المركب التركي المحمل بالبضاعه راح توصل المنطقه المتفق عليها. زعيم منظمتنا بده كل شيء يتم بدقه. ولا يهمك، أنا عامل كل الترتيبات اللازمة، وأول ما يوصل المركب هنفرغ الشحنة بلمح البصر ونوزعها. نجاح العملية متوقف عليك يا سالم. الشحنة ب5 مليون دولار. بدي الزعيم يرضى عنك. ليش أنا بيهمني غير ثقته ورضاه فيي؟ ونحن اللي بيتعامل معنا بشرف وأمانة بيكسب من ورانا كتير. ليش في أحلى من الشرف والأمانة يا نزار؟ بالضبط. لكن اللي بيفكر يلعب معنا بحقارة بتكون نهايته سودة. أنا بعرف إن الأمانة والضمير والشرف أهم شي بالدنيا، وخصوصا بشغلنا. الله يبعد عنا أولاد الحرام. تفضلي. شكرا ما بدي. خجلان ما بدي. خديها من إيد خطيبك. قلت لك ما بدي. اتركوها على راحتها، لا تخجلوها. مساء الخير. اهلين. مساء الخير. مساء الخير نور، تعي عادي هون. عادي حبيبتي. تفضلي كلي يا بنتي. لا شكرا مالي جوعانة. ما بيصير لقمة وحدة. اتركوها براحتها يا امي، لا تخجلوها. حابة اتمشى شوي بجنيني. شو علي، البيت بيتك حبيبتي، تفضلي. عن إذنكم. إذنك معك.
مزرعة وحيد. على كل حال مو مهم، لأنه لا المزرعة ولا أي حاجة بالدنيا رح يقدر يمنعني عنك. أنا بحبك يا نور، بحبك بحبك. روح شوف عزت بيك. حاضر. أنا خايف سالم يحس بوجودنا. لا تخاف، ما راح يحس بشي أبدا. شو جابك لهون يا نزار؟ والمفروض انك تكون بعد ساعات بمكان تنفيذ العملية لاستلام البضاعة من البحر؟ صار في تغيير بالعملية عزت بيك. تغيير شو؟ سالم. شو بو سالم؟ ضابط شرطة. شو قلت؟ مثل ما سمعت، رجالنا راقبوه وعرفوا حقيقته. يعني نحن هلأ مراقبين من الشرطة؟ هيك بده يكون. شو العمل؟ شو العمل؟ الشغلة ما بده تفكير أبداً، تتخلصوا منه فورا. والعملية؟ العملية لازم تتم بوقتها. حاضر عزت بيك. عندي شو عم تساوي هون؟ عم بتمشى قدامي لشوف. يلا امشي. هاي الشوفيرة كمشناها وهي عم تتصنت عليكم عزت بيك. وشو اللي سمعتيه يا حلوة؟ احكي. ما سمعت شي، كنت عم شم الهواء. هي صديقة سالم اللي كمشناها وقت تفريغ المركب القبرصي. انت صديقته ولا بتشتغلي معه؟ صدقني انا ما بعرف عن شو عم تحكوا. انا ما بحب الكذب يا حلوة. عزت بيك بالمية مية بتشتغل مع سالم، واكيد وجودها هون بترتيب من الشرطة. خدوها للمخزن. قدامي. ايه تركوني. يلا امشي امشي. نقتلها وبنخلص؟ لا، كل شيء بوقته حلو. المهم هلا سالم. حاضر عزت بيك. تحركوا. ليش تأخرت يا نزار؟ العملية راح تتم بعد ساعة. المفروض نكون بالمكان المحدد. كل شيء راح يتم حسب الموعد وحسب المدروس يا سالم. لكان على شو مستنين؟ مستنيين الأوامر من الزعيم حتى نتحرك. ليش في احتمال تتغير الخطة؟ احتمال تتغير واحتمال ما تتغير. لكن شبك سالم؟ شايفك متغير. أنا؟ لا أبدا. ماما نور تأخرت كتير، بيكون طلعت لغرفتها. لو طلعت لغرفتها كنا شفناها وقت رجعت. ما في داعي للقلق، هلا بترجع. خايفة يكون صاير لها شيء. شو بده يصير يعني؟ لا تخافي. عموما كل المنطقة تابعة إلنا وما في شيء بيخوف، أكيد عم بتشمي شوية هوا. بس ما قلتي لي كيف تعرفتوا عليها وشغلتوها معكن؟ أيوة. بأمرك. شو خير أخي نزار؟ الموعد تغير. ليش؟ هيك الأوامر. وما عرفت شو السبب؟ حرس السواحل دريو بالعملية. كيف؟ أكيد من واحد بيعرف كل شي عنا. واحد من رجالنا؟ طبعا. معناته في واحد خاين. هيك برأيك؟ طبعا. والخاين شو جزاؤه؟ بعتقد الموت. ما هيك أخي سالم؟ طبعا أخي نزار طبعا. تفضلي تفضلي.
يا جماعة نور تأخرت كتير. فعلا أنا انشغل فكري عليها. وحيد؟ نعم ماما. نور غريبة عن المنطقة، ليكون صاير لها شيء لا سمح الله. خالي عزاد؟ نعم. خبر الشغيلة يدوروا عليها. حاضر، رح خبر الشغيلة ورح دور عليها بنفسي. بس طمنا بسرعة. حاضر. تسلم لي عينه شحنو. وين بدك تروح سالم؟ ما دام العملية التغيت بكير. لا معلش، بدي اروح ارتاح شوي. ارتاح هون، هون رح ترتاح اخر راحة. لا معلش، بالبيت برتاح اكتر، بعدين عندي مشوار صغير. لوين؟ مشوار خصوصي. نسائي؟ يعني البنت اياها اللي بتحبها؟ مين؟ نور؟ سالم. نعم حبيبي. ما رح تطلع من هون ابدا. إلا بعد ما يتلفن الزعيم، هيك الأوامر، بركي جد بالأمور شي. طيب، بقدر روح غير تيابي وإجي. إلك عنا تياب هون. بالمناسبة، الزعيم لهلا لا شفته ولا عرفته. بيهمك كثير هالأمر؟ حب استطلاع. مين برأيك؟ ما بعرف. بظن عزت خاله لوحيد بيك. يا سيد سالم، بيظهر عندك معلومات أكثر من لازم. أنت ناسي إنه زياد حكالي عن كل شيء لما كنت معه بالسجن؟ آه مظبوط. أنا بعرفه بالاسم وحابب شوفه شخصي، بدي أتعرف على العقلية الجبارة اللي بتنظم بذكاء خارق. تعرف أنا معجب فيه جدا جدا. وهو كمان معجب فيك. لكن إنك تقابله وتشوفه هي مو مضمونة. طبعاً وحيد بيك كان معنا بالعمليات اللي عم نقوم فيها. أخي سالم، أسئلتك صارت كتيرة، نحن هون مننفذ الأوامر بدون ما نسأل، هيك النظام عنا وهيك الأصول. تفضل. شرف. شرف. عزت بيك، أجل تنفيذ العملية لبكرة الفجر، لأن الشرطة دريت بموعد العملية. والجاسوس اللي جوا شو رح نسوي فيها؟ رح نخلص منها، هيك الأوامر. عم تدور براسي اشياء كثيره ما قادره افهمها، وهلا سمعت انه رجال شي بيحير. انت شو جابك لهون؟ هلا انت قولي لي شو سمعتي. شو سمعت شي؟ لا. طيب روح انت من هون يلا. طيب انا رح احاول اهرب للسياره، واذا ما قدرتي وانت بتروحي على الفيلا بتلفني لبشار، هو رح يعرف يتصرف. يلا. معي روحي تلفني لبشار يلا بسرعة. طيب اف. شو راح تسوي؟ بدي احكي مع بشار. كمان بشار؟
ما خلصنا منه؟ ألو؟ بشار؟ أرجوك يا بشار، أرجوك تتصرف بأسرع وقت، حياتنا كلنا هون بخطر، أرجوك يا بشار. لا تخاف، ما بيصير لك كل خير بإذن الله. وين رايحة انزلي؟ فيك؟ أنا عم أقول انزلي. يا الله، منين جتنا هالورطة؟ منين جتنا هالورطة؟ هالورطة هي أنت السبب فيها. بدك عريس لبنتك غني وابن عيلة؟ لهفتك على تزويج بنتك أو بالأصح بيعها، هي هي نتيجتها. انبسطتي ماما؟ انبسطتي؟ حاجة. أهلين وسهلين أخي أبو عماد. شو أبو رياح؟ لساتها اخت مرتك راكبه راسها وما بدها تبيع، لازم تقنعها بكره متى ما اوصل السيارات الجديده بصفي قرشكم النص. يا سيدي شو راكبه راسها وما راكبه راسها؟ انا معي توكيل من امها ومن مرتي، لذلك صارت كلمتها ضعيفه وما عادت تهمني بنوب. على كل حال هي رقم الهاتف، امتى ما اعتمدتوا اتصل فيي. السلام عليكم. يسلموا. ميت اهلين ابو عماد. لاشوف مين الرجال بهالبيت، انا ولا هي؟ ما لاحظت شيء؟ كل شيء هادي وطبيعي، شيء بحير. بجوز المهربين غيروا الموعد. لو مثل ما بتقول كان سالم خبرنا. تغري مع الشرطة؟ الحلوين اللي مثلك ما إلهن بهيك شغلات. أنا ما بشتغل مع الشرطة، بس الظروف هي اللي حطتني بطريقكم. وشو الفايدة من اكتشافك العظيم؟ أكيد الشرطة مغفلاني عن أعمالكم، أكيد نهايتكم قريبة يا كلاب. نحن كلاب؟ أنا ملاحظ يا نزار إنك عم تحكي معي بالألغاز، خليك صريح معي وأحكي من غير لف ودوران. صريح؟ أخي سالم، أنت ما عرفتنا منيح. بجوز بالأول قدرت تخدعنا، لكن خداعك إلنا ما طول. أخي نزار، أنا لحد هلا مو عرفان عن شو عم تحكي. القصة اللي دخلت فيها علينا، السجن اللي كنت فيه، لقائك بزياد اللي كان بيشتغل معنا. بعترف إنه الخطة كانت محكمة، وإنه زياد ابتلع الطعم ونحن كمان ابتلعناه معه، ونجحت بخداعنا. بس اوعى تتصور إنه أنا اللي بلغت الشرطة عن ميعاد العملية. لسه بدك تراوغ؟ أكيد في سوء تفاهم. بشرفك. صدقني، بس أنا ضابط شرطة. كنت دايما شك فيك، بس شو الفايدة؟ كان لازم أقصف عمرك من هديك الليلة اللي مسكنا فيها حبيبتك الآنسة نور. لكن ما خسرنا شيء. صحيح الشرطة هلأ عندها معلومات عنا، لكن بموتك وموت الآنسة ما بيكون في أي دليل ضدنا. بس يا نزار بيك. نزار، نزار.
بأي طريقة لازم بلغ عزت بيك. معلوماتك أكيد يا أخ بشار. بالمية مية سيدي. رايحين نتخذ كل إجراءات اللازمة. طمن. ألو. شايفك قلقانة يا شاهيناز، في شي؟ لا أبدا ما في شي. بدي عرس ابني يكون مثل ليالي ألف ليلة وليلة، لا صار مثله ولا بقى يصير. يعني بصراحة بدي كل البلد تحكي عنها. معلوم معلوم. الحمد لله يلي الله عطاني عمر لشوف ابني عريس على أحلى عروس. ماما أنا مالي مطمنة على نور. إيه والله يا شهناز ذكرتيني، شو صار يا وحيد؟ ما لقيناها يا أمي، هي ضيعت طريقة يا صاير لشي. ماما خلينا نبلغ الشرطة بركي بيطمنونا عنا. معك حق، هلأ منبلغ الشرطة. ما في داعي لتبليغ الشرطة، أنا عندي رجال بيقدروا ينفذوا المهمة هاي، اطمنوا. اتركوا هالأمر لخالي عزت وهو بينكشها من تحت الأرض. لا تشغلي حالك يا شاهيناز إلا بأمور العرس، العرس وبس، وبإذن الله نور تكون بخير. لوين؟ بدي روح على الأوتيل أنا وماما، منه منطمن على الأغراض ومنه منشوف نور إذا رجعت على الأوتيل. السيارات كلها مشغولة، بس ترجع أول سيارة بتنزلوا على الأوتيل، إلا إذا كانت ضيافتنا مو عجبتكم. بالعكس كلكم كرم وذوق. طالما هيك رأيك، أنا واثق إذا بقيتوا بضيافتنا أريح لكم وأهنالكم بكتير من أي مكان تاني. بدون شك، شو رأيك يا شاهيناز؟ طبعا ماما طبعا. عن إذنكم عندي شوية شغل بالمكتب. تفضل تفضل. الله معك. ايه ست هلا. تفضل هالرسالة. مو معقول، مين اعطاك اياها؟ مساعدك. وكيف دري؟ صياد متعامل معنا خبره. هاي خيانة خيانة خيانة. معك حق، واكيد في واحد بيعرف كل شيء عن العملية. هاي خيانة. شو بدنا نعمل؟ روح قل لهم ما يبعثوا السيارات حتى ما تنكمش. وانا رح اعرف كيف اتصرف. انتظر لحظة. نعم. عندنا مشوار مهم. شو عم تقول؟ لازم نسلم حالنا طالما العملية فشلت. انت؟ انت بعقلك؟ لفوق لفوق. حرك حرك بي. أو حرك. يلا طول المكان بسرعة. يلا أجيب لك. طلعت على السيارة. قدامي اللي شوف دامي دامي يا مجرم. يلا احترامي سيد. عليك. يلا سيارات يلا. بعد ليكس لأختك باليونان تيجي تحضر معنا الفرح. كون سعيدة. إذا خلينا نضيف اسمها لقائمة المدعوين، وهيك بيكون صار معنا العدد 201. بعتقد بكفي. شو رأيك يا شاهيناز؟ مثل ما بتريدوا، عن إذنكم لأطلع أرتاح. خليك حبيبتي، خليها على راحتها. وهلأ مدام حاجة تضيع وقت، هاتي هالورق من إيدي وخليني قلك شو عم بيصير.
شو جابك؟ ما بتعرف مدى خطورة جيتك لهون؟ بركي حدا شافك. ما في حدا اطمن، أنا حبيت حذرك وأسألك شو رح نساوي. هيك ببساطة تركت سالي بفلت وجاي تقلي شو بدي أساوي؟ نزار أنت صرت خطر علينا. كشف أمرك بالنسبة للشرطة. نزار اسمع، قدام خيارين، يا حياة سالم يا حياتك. خلال 6 ساعات بس واحد منكم لازم يموت، مفهوم؟ مفهوم. تحرك تحرك. الو شو عم بتسوي هون؟ جاي تحرك بسرعة. خالي حاضر. وحيد أنا. لا تقول شي، بعد اللي سمعته بعتبر إنه ما إلي خال. وشو يلي سمعته؟ عن علاقتك مع عصابات التهريب. هلا مالي فاضيلك، بعدين نتفاهم. لك لا تتصرف بشي، أنا جاي فورا. عزت مين أنت وكيف تدخل بيتي بهالطريقة؟ أنا سالم ضابط من الشرطة. أنت وقعت وانتهيت يا عزت. أنا؟ Thank you.
سيارة مازدا بالجهة الثانية، اوعوا تفلت منكم. عليك سيادة النقيب. بدي ثلاث عناصر يروحوا للباب الثاني بسرعة. يلا تحركوا. عمل لي اتصال مع المقدم سالم. شاهيناز تعال هون انت وياه. ما دخلنا سيدي. حرك على السيارة. انا ما دخلني سيدي. شو ما دخلك؟ حرك ملا. يلا شوف يلا. وين مريئين على السيارة؟ انا ما راح اطلع بالسيارة. حرك عم اقول لك. ليش هيك يا خالي؟ شو كان ناقصنا؟ جاوبني. مو معقول، مو معقول هالكلام اللي عم تقوليه. بأكد لك انه هالحكي مزبوط. وانت ولا علمك ولا خبرك. إذا الحكي مزبوط أنا مستعدة واجهه. وأنا معك. امشي. طمع الجاري ورا المال شوهوك. يا خسارة. وأنا اللي كنت عاملك مثلي الأعلى. لكن كل شيء سمعته عنك صحيح؟ تهمة باطلة وحياتك. بكرة بتشوفي. لا تحلف بحياتي. يا خسارة يا أخي. هيك بتساوي فينا؟ سلمتك كل أموالي أنا وابني وهي آخرتها. يا خسارة يا خسارة. قلت لك تهمي باطل. صحيح الكلام اللي عم يقوله؟ بكل أسف أخوك زعيم أكبر عصابة تهريب بهالبلد. خدوه تحرك. ساعدية لو سمحتي. سعدية عملتوها انتو التنتين. نبقى بنتواجه. امشي امشي. رغم اللي صار بحزني على خالي عزت وصدمتي فيه، الا اني سعيد لأنه هالظروف أثبتت لي أشياء كتير كانت خافية علي، ومنها أني كنت رح كون السبب في حرمان شخص من حبيبته. أمي وأمك حاولوا يوقفوا بوجه تيار الحياة عن حسن نية طبعا، بس هذا مستحيل. وهلأ اسمحوا لي، صار موعد الإبرة، اعتبروا حالكم ببيتكم. معلش يا جماعة أنا آسفة، لازم كون معه. تفضل. شو بك ماما؟ شو بك؟ ما بعرف، حاسه اني مريضه شوي. مرحبا. لهلا؟ انا اسف يا نور، كان عندي تحقيق واول ما خلص اجيت على طول. تفضلي. سلامتك ماما. سلامتك. سلامتك مرت عمي. اخ الله يسلمكم. كنت راح اروح بشربة مي. اخ اللي صار لي ما صار لحدا. لا تؤاخذيني مرت عمي، انت سبب بكل هالشيء. يعني بتعترفي بخطئك يا ماما؟ ما في داعي للمكابرة يا شاهيناز. يعني ما في زوج غني ابن اصول ابن عيله؟ المثل بيقول اللي بتعرفه احسن من اللي بتتعرف عليه، والحقيقه لازم الانسان ما ينبهر بالمظهر الزائف. اخ راسي اخ. طب وبشار يا ماما؟ بشار بشار روحوا خلصوني، روحوا تجوزوا الله معكم، تجوزوا الله معكم. هاتي بوسه. اخ اخ اخ. رضي علينا مرت عمي. الله يرضى عليك. مبروك 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 مبروك. روح. اخ اخ يا رب. أنا تقريباً حكيت لك عن وضعي مع والدي وقت الانفصال، وبعدها أخذت البكالوريا وأنا عند السيدة فدوى، دخلت كلية الشرطة وتفوقت وتعينت لمكافحة التهريب. وبالشام لما شفتك بالأوتيل؟ لما شفتيني وأنا طالع من جناح شاهيناز
ايوه. كان عندنا شك انه شاهيناز وامها جايين من اليونان لعند عزات عشان ترتيب بعض قضايا التهريب المشتركه. ولما ركبت معي بالسياره اول مره كانت صدفه وحياتك، صدفه من اجمل الصدف لانها عرفتني عليك. يعني علاقتك فيه كانت جزء من مهمتك في البداية أكيد، لكن بالنهاية لا، وما راح أتخلى عنك يا نور. أنا بحبك ولازم أشوف أهلك. لازم تشوف أهلي؟ بعتقد فهمت علي. شو رأيك لما بوصل عالشام بقول لك؟ ما قلتي لي وخلاص. تفضلي. شكرا. شوف خير. خير في شيء؟ ليش واقفين على السيارة؟ هي السيارة محجوزة. والسبب؟ ما بعرف، عليها إشارة من الشام. نور اوعك تكوني. لا لا يروح فكرك بعيد، سيارة لا مهربة ولا مسروقة، مجرد اختلافات بيني وبين صهري. وانت وين سيارتك؟ خلصت مهمتها وقمت سلمتها. والحل؟ الحل؟ عندي فكرة، منروح على الشام مشي. أنا مستعجل. يلا سلام.